تحياتنا لكم متابعينا متابعتنا عزيزين عزيزاتنا، اهلا وسهلا ومرحبا بكم كمان يوم من الايام الشهر فضيل من بلدنا بلادنا العربيه اللي بنتجول فيها لنقلكم الاجواء الجميله من خلال برنامج بطل على انظاركم الجميله. مرحبا بك هلا عبر قناه هلا، كل التحيات لكل اللي بيشاهدوا فينا. يعني انتوا هسه بتسالوا يا ترى وين اليوم، يا ترى وين اليوم، يا ترى وين اليوم. اليوم انا اجيت على بلد هي من النخيل، حبة من حبات النخيل، وهي طمرة. طمرة بلد الجميل اللي العام تجولنا فيها واستمتعنا كثير، والسنة كمان رجعنا لنتجول ونشوف الأجواء الجميلة. بس قبل ما نروح على المقابلات مع الناس، ركزوا معي مليح، قررت من اليوم أحجية، وهاي الأحجية مش راح نعلن عن جائزتها، ولكن بدنا نبلش نفكر بحلها من هون لآخر رمضان. البلد اللي باجي عليها وبكون صاحب الأحجية أو صاحب النصيب حل الأحجية ناش نوعد، ولكن اسمعوا مليح. بتقول الأحجية: جن الهوى ألف مرة، طلع درجتين، ومع كمان ألف سكن على شط البحر. كمان مرة الأحجية بتقول: جن الهوى ألف مرة، طلع درجتين، ومع كمان ألف سكن على شط البحر. هاي الأحجية اللي رايحين تسمعوها يوم 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 من هون لآخر الشهر فضيل. بتأمل واحد منكم هيك من اللي بيشاهدوني يحلها مشان نشوف شو ممكن تكون جائزته. تعالوا نبلش يومنا في طمرة، يلا يا عمي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبك يا المحترم. هلا حبيب قلبي. شو اسم المحترم؟ مخلص همام. إن شاء الله دائما أيامك إخلاص بإخلاص لشعبك لناسك لأهلك. حبيبي حبيبي. مرحبك، رمضان كريم. علينا وعليك يا رب. شو بتعمل حضرتك؟ بشتغل شوفير. عافية الباشا، شوفير شاحني؟ شاحني بوزع العثماني. أيوة يعطيك ألف عافية. قل لي يا أخي، بدي أسألك سؤال. كيف شايف أجواء السنة يا رمضان؟ بجنن ما شاء الله عنك، وأنت هيك واقف بعد الإفطار هيك حاسس بروح حلوة ما شاء الله. حبيب قلبي. الله يديمك. طيب كمان سؤال. إشي ممكن نشتري الصبح وممكن نشتري الظهر وممكن نشتري العصر وممكن نشتري المغرب، بس أهم شيء إنه بعد العصر بنرمي، شو هو؟ مدري فك. مدري يا زلمة جرب. إيش بنشتري الصبح، نشتري الظهر، نشتري المغرب، نشتري بنص الليل، وأنت ما بدك بتشتري، بس أهم شيء بعد العصر بترمي. كمان بعد العصر بترمي. لا ما بعرفش. رمضان كريم يا معلم. علينا وعليك حبيبي. الله يديمك حبيبي. مرحبا بك. مرحبا بك أبو هشام. مرحبا بك. هلا. شو اسم المحترم؟ حمادة. حمادة سكر زيادة، وشو رأيك بالزيادة؟ بتحب السكر أنت؟ صح. بتحط بالشاي كم معلقة؟ أربعة. في عشان هيك حمادة سكر زيادة. حمادة أنت من طمرة؟ يا أخي كيف شايف الأجواء؟ إن شاء الله كل شيء تمام. الحمد لله. عافية الباشا. ركزت بالأحجية اللي حكيتها لصديقك؟ مركز فيها مليح مليح؟ أسألك ولا أسألك إشي ثاني؟ إشي ثاني. إشي ثاني. إشي ثاني. طيب جاهز؟ جاهز. اللي بيعمله بحبوش، واللي بيشتري بيستعملوش، واللي بيستعمله بيشوفوش. الكفن. يا باشا يا باشا يا باشا يا باشا، شو هالشطارة، هي من جايبة؟ إلا تنتبعت مخلص كانت صعبة. مبروك عليك، جائزتك عبارة عن 100 كلمة شكر. تسلم. عفوا. إلى اللقاء. سلامات. هلا باشا. ومكملين معك وأكيد بالأجواء الجميلة من طمرة. مالكو يا عمي، مالكو مالكو. يما هياني يما هياني عراي يما هياني. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا بك يا المحترم. هلا هلا. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. رمضان كريم. وانت أكرم. الله يسعدك وديمك. الله أكرم يا عمي، الله أكرم. أبو إيش حضرتك؟ أبو علاء. أبو العلاء يعطيك ألف ألف عافية. هلا هلا حبيبي. ومن أبو العلاء كيف شايف الأجواء ما شاء الله؟ لا منيحة منيحة الحمد لله، الأولاد مبسوطين، هيان يعني كل اللي مزاي طلع هاي صلاة ساعة بتقول يما شفيني يما شفيني، وبعدين بعدين أبو العلاء. أبو العلاء قلت لي. أيوة أيوة. الله يعطيك الصحة والعافية أبو العلاء. أنت شايف إنه السنة أحسن العام رمضان هيك وال يعني هو عشان عطلة ربيع ولا عشان إيش يعني؟ ممكن بعرفش، هاي السنة لقيتها أحسن من كل السنين. لحديت هسا أحسن إن شاء الله الحمد لله. إيش أنت عندك هنا محل إيش؟ محل فخفخين نابلسية. عافية الباشا. عافية الله يعطيك ألف عافية. هنا الأولاد كل مبسوطين. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، أحسن محل. الله يعطيك ألف عافية أمام، كل عام بخير. وأنت بخير، كل سنة تسهل. كيف طمرة تمام؟ الحمد لله الحمد لله. إن شاء الله دائما الحمد لله. نحمد الله. يلا الله يعطيك العافية قد ما مشت الدجاجة حافي. تسلم، يزيد فضلك، بارك الله فيك، شكرا لك. مكملين هلم بنا. يما يما بعدين مع أمك أنت. أمي خليها تشوف أمي. يما شوفيني. حلوة هاي.
يعني ذكروني ايام ما كنا اولاد صغار احنا الثانيين على فكره، لما كنا نطلع هيك وين في كاميرا نروح نوقف عشان يشوفونا متابعينا. زي ما حكينا لكم حجيتنا اللي راح ترافقنا على طيلة شهر رمضان الكريم، كل يوم راحين نذكرها، اللي هي هلا يا باشا جني الهواء 1000 مرة طلع درجتين، ومع كمان 1000 سكن على شط البحر. احنا جائزتنا لكم دائما بثلكم محبة مودة اخي، ما بدنا نقول عن جائزة الموضوع، ولكن بدنا هيك بطريقة حلوة تقعدوا تفكروا فيها تحللوها، واخر رمضان ان شاء الله راح نحلها مع سواء، او الشاطر اللي بلاقيني ببلده بيجي بيجاوبنا عليها، الشاطر اللي بلاقيني بلف ببلده مشان نعمل مقابلات يجي يجاوبنا على هاي الحجية. كمان مرة جني الهواء 1000 مرة طلع درجتين، مع كمان 1000 سكن على شط البحر. هلموا بنا يا جماهيرنا. ومكملين معاكم لنشوف الأجواء الجميلة من خلال مدينة طمرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك يا باشا، مرحبا بك، مرحبا بك. يا هلا، شو أخبارك؟ شو اسم المحترم؟ محمد. يا مرحبا بك محمد. إيش؟ سمارة. يا باشا كيف حالك؟ كيف أنت؟ طمنا عنك. سعدك، رمضان كريم. الله أكرم، رمضان كريم. واجب علي نحن نقول لك رمضان كريم، ولكن سبقتني أنت فيها. نشمي من نشمي، كيف الأجواء؟ طمني، إن شاء الله كل شيء تمام. والله نحمد الله رب العالمين، كل شيء يعني تمام الحمد لله. الوضع عملي، نحمد الله دائما وابدا. بتشاهد قناة هلا؟ والله بنشاهدها هيك من حين لحين يعني. يا باشا هسه اكيدك تشاهد هسه، ونشوفك اذا انت شاطر يا باشا. انت يا عمو خميس غالي علينا. الله يسعدك وديمك، مرحبا بك. اسمع، بدي اسالك سؤال هيك، مع انه يعني جائزتنا كثير قيمه، كثير 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 قيمه، هسه بحكي لك شو هي، بس بالاول بدك تحاول تجاوب. في شيء بتشتري الصبح، ممكن تشتري المغرب، ممكن تشتري العصر، ممكن تشتري وين انت بدك، بس اهم شيء بعد العصر بترميه، شو هو؟ بعد العصر بنرمي. والله بدك تعطينا خيارات هيك الواحد بعد الفطور شوي. لا، ما هو المزبوط فيش خيارات بالموضوع، في لازم تلقطها على الطاير على الطاير على الطاير. بعد العصر من كبه، شو هو يا الله؟ والله ما عارف يا معلم. على كل حال بدي اقول لك شو كانت جائزتك. كانت جائزتك عباره عن 100 كلمه شكر. يعطيك الف عافيه حبيبي عمو خميس. رمضان كريم، الله يديمك ودائما دوم الابتسامه. شكرا لك، الله يسعدك. رمضان كريم. يسعدك. هلا هلموا بنا يا جماهير. السلام عليكم، مرحبا. سلام. هلا هلا هلا، اهلين. 100 مرحبا. شلونك؟ شو اخبارك؟ شو احوالك؟ الحمد لله. الله يديمك. كيف انت؟ لله، نحمد الله دائما وابدا. شو اسم المحترم؟ ابو سرحان محمد الشحتوت. الله يعطيك الصحه والعافيه ابو سرحان يا باشا. هلا. طمني، كيف الاجواء عم ابو سرحان؟ نحمد الله. عم ابو سرحان انت اكيد فيك 52 53 سنه، مش اكثر. 75. شو ما شاء الله تبارك الله، مواليد ال 76 46 76 بحلم بالمواليد. الله يعطيك ما روحك الحلوه وهيك، انا قلت انت بس 53 54 سنة. الله يبارك فيك عمي. ابو ايش قلت لي؟ ابو سرحان. ابو سرحان، امبارح كنت ولد؟ اه امبارح كنت تلعب بالحرائق. على وقت ترجع ايام الطفوله. يا تتذكر هذيك الايام؟ اي، احلى من هاي الايام بمليون مره يا اخي. لما كنتوا تقعدوا عبر رمضان قاعده مع الختياريه على السناسل على يا زلمه، انت قاعد بتقول لي إشي اللي انا نفسي ارجع اشوفه، اللي كنت اشوفه قبل 20 سنه، مش اكثر من 20 سنه. على وقت ترجع قبل 40 سنه و50 كمان. احكي لك كيف كانوا ختياريه حار، كانوا يروحوا من الشغل على العصر، يصلوا العصر 4 4 ونص، بعد ما يجوا يلتموا على السنسله كلياتهم هيك، يوم 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 كنا نشوفهم على البيادر على السناسل هيك. أحسن من قاعدة المد والكنباي اليوم. طب قول لي يا أخي، زمان أنتوا تصحى رمضان زمان؟ رمضان زمان؟ معلوم. أنا يمكن وأنا 15 سنة أو 14 لليوم ما فطرت الشيلي برمضان. تصوم دائما؟ تصوم دائما. يا أخي بدي أسألك سؤال، لما كنتوا تقعدوا تفطروا كان كل هاي الأنواع على الطاولة زي اليوم؟ لا 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 لا، خبز الطابون كان يشهي، وطنجرة المجدرة أحسن من لحمة اليوم. يا سلام. إلا
اليوم ما شاء الله كل شيء بيه على الطاولة ومش ما لوش طعمه. سبحان الله. اه والله. بدي اسألك سؤال، بتحطوا فلافل؟ طبخة العيلة البلد اليوم أحسن من لحمة الخروف اليوم. كنت تحس بالولفة بالجمع الصاحب اليوم يا جماعة. بالفعل اللي بقوله يعني كل الخيرات اللي عنا، إلا إنه منحس بالنقص ومش مش مش شبعانين يعني بلا مآخذ. فيش قناعة، لو في عنا قناعة، ما فيش عنا قناعة، ما حدا قنعان باللي الله بنطيه. سؤال، أنت مستعد توكل طبخة اليوم إذا ظل لبكرة بتكملها؟ آه معلوم. ليه؟ أنا زي أنا كسرة الخبز إذا بتضل بقولها حطيها عاودة ولبكرة بتسخنيها ومنكلها. يا مشاهدينا هاي كلمات أبو سرحان، كلمات عن جد لازم نأخذها بعين الاعتبار. يا جماعة في ناس بأمس الحاجة لكل لقمة خبز، شو بحكي لكم، هذا واقع. في ناس بتعرف وفي ناس بتعرف وبدهاش تعرف، بس أنا بقولكم لازم كلكم تعرفوا إنه بالفعل النعمة من الله، دير بالكم عليها. بارك الله فيك عمو. الله يبارك فيك. الله يعطيك الصحة والعافية. الله يحفظك. بارك الله فيك. كملين. السلام عليكم. من وين حيرتنا؟ من اي ناحة؟ يا باشا كل عام بخير. وانت بخير حبيبي. رمضان كريم. الله اكرم. شو اسم المحترم؟ محمد. محمد ايش؟ ابو خضرة. يا مرحبا بك، من طمرة انت؟ ايوه. محمد ابو خضرة من طمرة على الوزن. تمام. شو يا باشا انت هون بتشتغل؟ اه. كيف شايف الناس بتعبي بنزين هسه ولا شو وضعها؟ هن ما بيصدقوا يخلصوا فطور عشان يطلعوا. يم بده يطلعوا يشموا الهواء. فان وعان عان وعان. شو بتعمل حضرتك؟ ايوه. شو بتعمل حضرتك؟ شو بعبي بنزين، شو بده يكون؟ بعبي بنزين. يلا هذا شو بده عبي له. ايوه ايوه يا باشا، ايوه يا باشا. ها قول لي. يلا مشي مشي مشي. هاي ولا هاي؟ يلا يا باشا. ايوه يا اخي، غلاء البنزين غلي صح؟ اه. شو وضع يعني، شو لوين انت؟ انت الحق عليك، كنت لو انكم بتضربوا عمال البنزين كان جربوا انتوا. طلع دفستكم. انا اليوم قررت افسد كل عمال اللي بيشتغلوا بمحطات البنزين. بكره الصبح ما حداش ينزل على الشغل، خلي المحطات تشتغل لحالها. تشتغل لحالها. انت مالك انت، خلي قول لي إن احنا بنحتاج على الغلا، بنحتاج على الغلا. لا فيش، احنا ما بنقدرش نحتاج، هن اللي لازم يحتاجوا مش احنا. على كل حال احنا من باب الدعابه والمزح. يعطيك الف عافيه، رمضان كريم حبيبي. حاب اسالك سؤال هيك قبل ما اظن. ايوه. بقول لك ايش ممكن تشتري الصبح، وممكن تشتري الظهر، وممكن تشتري المغرب، ممكن تشتري وانت بدك، بس اهم شيء بعد العصر بترمي. لا صعبه هاي. لا يا زلمه صدقني، الجائزة قيمة. جائزة قيمة عبارة عن 100 كلمة شكر. 100 كلمة شكر؟ ايوه. هاي شكلها شكرا لك انا. سلامات، كل عام بخير، الى اللقاء. يلا يا عمي يلا. الناس بدها تسافر يا عم، الله يهدي بالهم متابعين ومتابعاتنا. يعني كله بلش يجهز هسه ما بعد العيد العطلة، بس لابد احنا بعدنا مش شايفين ولا معلم سياحة. نشوف شو الوضع السياحة. نستنى حتى يخلص تلفونه. السلام عليكم يا محترم. السلام يا باشا، الله يسعدك. مرحبا بك. مرحبا بك. الله يرضى عليك. كل شيء تمام الحمد لله، نشكر الرب. شو اسم المحترم؟ سامي ياسين. يا مرحبا بك ياسين طمرة حبيبي، أهلين بك محترم. الله يرضى عليك. الله يديمك. أول شيء كيف الأجواء؟ إن شاء الله رمضان كريم، وإن شاء الله كل شيء تمام. هيك الأجواء بطمرة كل شيء تمام؟ الحمد لله نشكر الرب. الحمد لله دائما وأبدا. طمرة فيها خير، وهي البلد أرضها خير وناسها طيبة كمان. هذا لما الإشي بنسمع إحنا من خلال تجوالنا عبر قناة هلا يسعدنا، عن جد يسعدنا. الخير بمحبة بلادنا، هذا اللي بدنا إياه، بدناش أكثر من هيك. محبة موت يا أخي. بدنا نسألك سؤال، بما إنه أنت يعني بالسياحة، كيف أجواء السياحة السنة على العيد؟ شو وضعهن؟ الوضع السياحة على العيد هاي السنة وضع ممتاز. ممتاز يعني الناس بلشت تحجزني اليوم؟ الناس صارت تحجز قبل بشهرين وثلاثة. شو خايفين يعني؟ ممكن انه ايش، انه يبطل في اماكن، يبطل في كل هاي الاشياء؟ اكيد مزبوط. طب ولا اسعار؟
أول إشي خلينا نتخرب إحنا بالنسبة للسؤال الأولاني، الشق الأولاني، الناس مضغوطة بدها تنفس حالها. هاي صدقت فيها، هاي أولا إحنا شاعرين من الناس كيف تتوجه إلنا، حتى لو مادياتهم شوي صعب، حتى لو مادياتهم على الناس اليوم كله عمال يدرس الخطوات تبعته. يعني سؤال اليوم حسب شو بتقول لي إنه السياحة صارت من سلم الأولويات بالعائلة؟ للأسف أنا بقول لك إياها. وإنت صاحب مكتب سياحة وبتقولي للأسف؟ للأسف آه. والموضوع الثاني؟ الموضوع الثاني الناس بقول لك اليوم المصروف اللي بدي أتكفل بدي يكلفني هنا في محلي بطلع برا فيه وبنهزم من المشاكل اللي ممكن تصير. أنا اسمح لي هنا أتوجه للكاميرا وأقول كلمة، عذروني يا جماعة، بدكم تخلوها خلوها بتقدموا. إيش يعني واحد ممكن يقول أنا آسف برضو إنه بلغي عدية أخته وزيارة أخته وزيارة ولاية، بقول لك أرحم لي أطلع أطش فيهن برا؟ يعني هذا أكيد مزبوط. أنا بقول لك مش إنه أرحم لي، الشارع في الوسط العربي مش مريح، خلينا نتفق اثنين هيك، وخاصة في الأعياد تجمعات العرب لما بتصير بكثرة بتولد انفجار. هاي قواعد للأسف أنا بحكيها بمرارة، فأساس هيك بقول لك خليني أخذ أنا العيلة تاعتي، أنا وأصحابي أربع أولاد معنا، أنا مع أولاد اثنين هم أولاد اثنين، أنا ومرته ونطلع نرتاح الخمس أيام ست أيام بكون في أمان. إذا بتركهن في طمرة بنزلون عند الحناطير، إلا يا ولد بدهكوا تراكتور بدون تأمين، تراكتورون أو فيسفا أو حصان أو بتغاوشوا وعلى أي طمرة فيها. بفضلوا إنه يطلعوا برا. بفضلوا إنه إذا 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 هيك أنا قابل، بس مش عايش، بس ما يخضش المبدأ إنه بقول لك أوفر ما روح عايد خواش. مش أوفر، أقول لك إيش واحد للأسف وقت تفهمني غلط. مش الماديات بتعامل مع الناس، أول إشي على فكرة إذا بننبه بحكي لك إياها، اليوم في كل بيت المرة والزلمة بيشتغل. خلينا نقول من فوق 70% من بيوت الوسط العربي النساء صارت تشتغل. يعني دخل على ناحيتين. حكيت مزبوط، صار الدخل كان يفوت الزلم 7-8 آلاف، المرة صارت تفوت 5-6، صار عنده دخل 10-12-14، صارت الرفاهية تاعته تسمح لحاله يعمل رفاهيات أكثر من قبل. يعني وقتك محدود، ولكن يسعدني إنه أنا أكمل معاك، عشان هيك متابعينا متابعتنا أنا راح أشوف أخ المحترم لنكمل حديثنا ونتناقش بالموضوع. فأنا هون أبدأ أقول لكم روحوا فاصل وبعدها رايحين نواصل، إلى اللقاء. روح جي جن الهواء ألف مرة، طلع درجتين ومع كمان ألف سكن على شط البحر. جن الهواء ألف مرة، طلع درجتين ومع كمان ألف سكن على شط البحر. روح جي بدها شوية تركيز، بدها ترتيب أفكار، بدها دراسة، ونشوف مين منكم اللي ممكن يلاقيني ببلده ويحلها، مشان نعطيه جائزة عبارة عن، إحنا بنعطي هنا منوزع 100 كلمة شكر، بس أنا راح أعطيه جائزة عبارة عن 3500 كلمة شكر. يلا مرحبا بابا، كيف حالك؟ كل عام الله وانت بألف خير. رمضان كريم علينا وعليك يا رب. كيف الأجواء؟ طمن. الحمد لله مبسوطين، الله هدي بالكم. الحمد لله. تعملوا مشتريات؟ بس مشتريات. رمضان كريم يا محترم. شو اسم المحترم؟ علاء الصمد. يا مرحبا بك، الله يعطيك العافية. رمضان كريم. مرحبا. مرحبا تلين سمر. مبارك، كيف انت؟
وردي عليك. الله يسعدك. شو اسم المحترم؟ نايف عواد. يا مرحبا بك من طمرة. ايوه تعيش عفيل باشا. كيف شايف اجواء رمضان؟ والله توب التوب يعني. الناس مبسوطة وكلهم زهزه يا باشا. الحمد لله. بعد الفطور طلع شوف الناس شوف الضحكة. شطرت اليوم. ايه بنسف. يا بيي بلبن ولحمة خروف. جرب جرب رد علي المرة الجاية هيك المنسف بيدك بيدك هيك 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 واضربها يا باشا. كل عام وانتم بخير. وانت بألف خير. الله كريم. يا عم هاي الوجوه اللي بتستقبل. مرحبا بك. شو اخبارك؟ الاخبار الحمد لله. هلا. شو اسم المحترم؟ محمد جمعه. يا مرحبا بك. جمعه وانا خميس سبت. انت بعدي لا قبلك. ايوه الله يديمك. من وين المحترم؟ من طمره. يا هلا بالنشمه. في دار جمعه بطمره؟ انا الاصل من سولم. سولمي. متجوز من طمره وساكن هون يعني؟ ايوه يا باشا. الله يعطيك الصحه والعافيه. جارنا جارنك سال وسولم. ايوه عافية الباشا. قول لي بدي اسالك سؤال. بتروح على سولم يعني؟ طبعا. والله انا هيك لازم احنا نزور القرى هاي الصغيره هيك نعمل نشوف اجواء رمضان فيها. فان شاء الله ان شاء الله راح يكون نصيب حلقه واحده نلف كل القرى هاي. حضروا حالكم يا القرى الصغيره اللي باشا. بدي اسالك سؤال. إشي بتشتريه ممكن الصبح، ممكن تشتريه العصر، ممكن تشتريه المغرب، ممكن تشتريه بعد الظهر، بس اهم شيء بعد العصر بترميه. شو هو وليش تطلع عليها؟ مشان يطلع طلع بتفكر بتفكر. على فكره الجائزه عباره عن، انا قررت ازيد الجائزه، هي كانت 100 اليوم صارت الجائزه عباره عن 200 كلمه شكر. كمان مره سؤال. إشي ممكن تشتريه الصبح، ممكن تشتريه المغرب، ممكن تشتريه العصر، بس اهم شيء بعد العصر بترميه. بعد العصر برمي. الحامض. الحامض. جاوبت جاوبت جاوبت. كل عام بخير. تعال شوف تعال شوف. والله هيك لحالك اول مره بتسمعيها؟ اول حتى. ديمك يعطيك الصحه والعافيه. كيف اجواء رمضان؟ طمنوني. الحمد لله بجميل. كل شيء تمام الحمد لله ما شاء الله. كيف جاوبتي هيك بسرعه؟ فعشان هيك انا بدي اقول لك انا زدت له الجائزه، هي كانت 100 كلمه شكر بس انت صار لك 200 كلمه شكر. كل عام بخير رمضان. يسعدك. الله يسعدك. الله يديمك. مرحبا بك. الله يسعدكم. يلا يا عمي يلا يلا. السلام عليكم يا حج يا حجتنا. السلام عليكم. السلام. مرحبا بك. كيف حالك؟ الحمد لله. ايش اسم الحج؟ الله يمد بعمرك ويعطيك الصحه والعافيه. الحج فاطمه. يا مرحبا بك. من هون من طمره؟ اي نعم. نعم. كيف اجواء طمره اليوم؟ ان شاء الله كل شيء تمام الحمد لله. احلى من طمره فيش. احلى من طمره فيش. طبعا كل بلادنا العربيه محلى هدات البال يا عمي. والله هدات البال ما شاء الله. اكيد اكيد. بس كل واحد بيحب اللي له يعني. صحيح صحيح. وخصوصا اذا انت من طمره نفسها. طبعا من طمره. انا من نفسي افهم ليش دائما بتحب اخوتها اكثر من اولاد اخوتها اكثر من اولاد. يعني شو بدنا نسوي؟ صله الرحم دام المربه غاليه والاهل غاليه ويعني ابن الحلال. شو طبخت اليوم؟ طبخت اليوم طبيخ عرس. اوعي تقولي منسف. لا عملت لحمه. ورز. وبتعرفوا بتعملوا انت كباب بلبن؟ يا باشا ايش حكيت؟ بتعرفوها انتو؟ ايش كباب بلبن مع حمص ولحمه. كباب بلبن قصدك كبي ولا كباب؟ كباب يعني لحمه كباب. لبن. كبه كبه بنعملها. كبه كبه مش كباب. مش الكباب كبه. احنا بنقول لا. احنا الكبه بنعملها بصينيه وقت ما بنحط عليها لبن هيك. اما الكبه العادي ما بنحطش. كمان في ناس بتعمل كبه العادي بس بصينيه. بتحطوا على الطاوله كبه نيه؟ مش دائما. مش دائما. اللي بيحب بيحبها واللي بيحبش لا. انا المزبوط موعود من جماعه بالشمال اروح ادوقها وبعدين مش راح ادوقها يا جماعه. انا بعزمك. الله يسعدك ويديمك. شو عندك اولاد الله يحميهم؟ عندي 5 بنات وعندي ولد وعندي 22 حفيد. ما شاء الله ما شاء الله. ليش انت قديش؟ يا دوب 40 سنه. لا عن جد والله قديش. لا لا الله يعطيك الصحه والعافيه. ان شاء الله ربنا يمد بعمرك ودائما هدات البال وتشوفي اولاد 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 اولادي. تسلم اهلي. جائزتك عباره عن 100 كلمه شكر بكفي. تسلم تسلم. الله يديمك. شكرا. الله يخليك. شكرا. كل عام وانت بخير. انت بخير اهلينا. سلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بك. مرحبا بك. وانت بألف خير وصحة وسعادة وهدات بال. الله يمد بعمرك. ايش اسم الحجة؟ امباسل مراد. امباسل؟ امباسل. الله يعطيك الصحة امباسل. شو اخبارك؟ كيف انت؟ كيف اجواء رمضان اليوم؟ منيح الحمد لله. انت من طمرة نفسها؟ بلد هاي. كيف شايف الاجواء؟ ان شاء الله كل شيء تمام. والله الحمد لله منيح. اكيد بتتابعي قناتها لا. الا كيف؟ يا عمي يا عمي كيف؟ هلا يعني؟ ايش؟ انتم من قناتها؟ احنا من قناتها هلا. يا شايفة قناتها هلا. شو طبخت اليوم حجة؟ احنا كنا مشاوي اليوم. وين كنتوا؟ كبة مقلية. مشاوي. مشاوي مشاوي. كبة مقلية. وكبة مقلية. كبة مقلية يعني زي ما حكت اللي بس مش بلبن. ما بتعرف. احنا بنعملها كبة وبنقليها بالزيت. بالزيت. الكبة طيبة هاي طيبة. انت بتعمليها بيدك؟ لازمكم. ريتك سالم وغانم ان شاء الله بالافراح. بتعمليها بيدك؟ بدي اسألك سؤال بس هيك على السريع شوي صغيرة. الرز اللي بتطبخيه الحبة الطويلة ولا الحبة المدورة للمنسف؟ الحبة الياسمين.
ما هو السؤال الحب القصير الطويلة طيب ما هو بدي اسالك سؤال، مع انه انا مش شاطر بالاسامي الرز، بس انا بعرف الحبه الطويله الحبه المدوره. الحبه المدوره بقولوا ان هي الاصليه للمنسى، هاي للمحاشي. للمحاشي مزبوط، بس هي الاصليه للمنسى. لا يا خالتي لا، زمان بدي اسالك سؤال، زمان كان في حبه طويله؟ لا بس من ايش كانوا يعملوها الحبه؟ سواء بالعراس وبكل شيء، صح؟ صح. ما هي هذا الرز الاصلي، يعني انت اذا بتروح على الاردن وكل البلاد العربيه بتطبخوش حبه طويله على المنسى، لها نكهتها خاصة. طيب كمان سؤال هيك بدي أسألك، بما إنه أنا بعشق الطبيخ وكذا، الحبة المدورة بتغسليها؟ إلا لازم تغسليها، صح صح. خصوصا للمنسى ننقعها شوي بشوية مية عشان يروح للمحاشي. للمحاشي مدورة بنستعملها للمحاشي. طيب جربي طبخيها منسف، ردي علي وردي علي. طويلة بنعملها للمنسف، بنعملها فلفل فلفل. مزبوط مزبوط، بس هي عشان نكهتها هذيك أكثر. بس بدي أقول لك شغلة ممكن تاخذيها، هي أنا مع تجربة وعرفتها، بقول لك اليوم بدل ما تغسل الرز، إذا أنت بدك تطبخيه لمنسف والحبة القصيرة، هاي كمان معلومات للي بيشاهدوا فينا، معلومة مهمة، حوس الرز بزيت مليح مليح مليح، حوسيه مليح، فيش حاجة تغسليه. ما هيك زمان كنا نطبخه من هالشكل. يا عمي مزبوط، معناته نحمصه بالزيت ونزل الزيت شوي. ونحمص اللحم لحالها ونديرها عليها. الله يعطيك الصحة والعافية. الله رمضان كريم. الله يديمك، شكرا لك. وهاي شكرا لك، يعطيك العافيه، كل عام بخير. نكمل ولا اقول لكم شغله متابعينا؟ يعني هاي الاجواء الجميله من طمره وبلد طمره وناس طمره واهل طمره، استمتعنا كثير كثير كثير، واضح انه قديش محبه الناس لقناه هلا ولبرنامج عمو خميس. انا احييكم كل اللي بيشاهدوا فينا. كمان مره راح اقول لكم عن لحجيه جن الهوى، ألف مره طلع درجتين ومع كمان ألف سكن على شط البحر، والشاطر فيكم اللي بفكر وبمخمخ وبحلحل ولحلح، هل حلو ولحلح، هل حلو ولحلح. تقلبش الكاميرا معي، قلبت راسي قلب. لحد هنا بقول لكم حلقتنا انتهت اليوم من طمرة، ربنا يعطيكم طيرضيكم، ربنا يخليكم يمد بعماركم جميعا، نشوفكم على خير بصحة ودات بال. مرحبا بك هلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى اللقاء.